عزاب، اللي بصراحة أنا مستغرب إنك إلى الآن ما تزوجت. أوه يفتح الله، مشاغل الدنيا والحياة أخذتني، مرت الأيام والشغل وفاتني القطار. يا رجال لا فاتك القطار ولا شيء، أنت ألف وحدة وحدة تتمناك. شوف كلام صعب، وحدة وحدة. هيا بالله تتخيلني عريس بعد العمر هذا كله. أنت بس عزم وعروسك عندي. ما شاء الله ما شاء الله، صرت خطابة من ورانا. يا أخي بارك الله في من وفق راسين في الحلال. بعدين أنا ترى خالتي تشتغل خطابة، ويا ما زوجت ناس كثير. كانت أبو مسيار بعد ترى فيه مسيار. والله أنا أسمع عن المسيار إنه طيب، يعني سكتوا بكتوا كده، لا حفلة ولا تكلفة ولا شيء. شو أسمع، كلم خالتك، إذا والله في واحدة تناسبني يتوكل على الله. علمك غانم دام إنك مع غانم، بس أنت هات المواصفات اللي تبيها. والله شوف أنا دائما يعني أتخيل كده فارسة أحلامي إنها تكون كده أول شبابها ومتواضعة وتعرف تطبخ، وعين عليها كده لما تكون حنون. أيوة، وشعرها عينين هنا، أبغاها كده تكون مبتسمة. أيوة، وعيونها مساع، وتكون كده بيض. لا لا، جيبوا لنا واحدة حنطية. حنطية؟ مين هذا؟ حقتك. حقتك؟ أقوم ألطشك قدام صاحبي. أنكتم ولا كلمة؟ أساعدك. هي فارستي ولا فارستك؟ كتم وبس. أساعدك. ولا في شكلك. شوف أخويا غانم، الله يبارك لك ويخلي لك. أهم حاجة تكون بنت ناس وتخاف الله. طيب، على العموم أنا بدور هالمواصفات، وإذا لقيتها إن شاء الله بتصل عليكم وبلغكم. وانت تعال وشوف عروستك، إن جازت لك خير على خير، ما جازت لك ندور غيرها.